مرض السكري يعتبر من الأمراض المزمنة لهذا العصر. تخيل أن هناك ما يقارب 240 مليون مصاب في هذا العالم، والرقم هذا في زيادة، والمشكل أنه 50% منهم لا يعلمون أنهم مصابين بالسكري. ولأن هذا المرض شائع لدى الناس، اختلطت به العديد من الأفكار والمعلومات الخاطئة. خلينا نذكر هذه المغالطات ونقوم بتصحيحها. حلقة جديدة. السلام عليكم، معكم نبيل زكريا، مرحبا بكم في فيديو جديد. داء السكري مرض مزمن يحدث نتيجة عجز غدة البنكرياس عن إفراز كمية كافية ومناسبة من الأنسولين. الأنسولين هذا هو البروتين الوحيد في جسم الإنسان المسؤول عن منع ارتفاع سكر الدم فوق مجاله الطبيعي. خليني نحكي لكم الأول. بعدما تأكل وجبة طعام وبعد هضمه يتم تفكيك السكريات اللي فيه وتحول إلى سكر بسيط يدعى الغلوكوز، وهذا الموجود في الدم. الدم وظيفته نقل هذه المغذيات بما فيها السكر إلى الخلايا المستهدفة والمحتاجة ليه، من بعد تحوله إلى طاقة وتستفاد منه. لكي يدخل الغلوكوز إلى الخلايا لازم يكون كاين مفتاح، المفتاح هذا هو الأنسولين. هذه بالنسبة للحالة الطبيعية والفيزيولوجية. يظن كثير من الناس أن داء السكري سببه ارتفاع مستوى سكر الدم. هذا أول خطأ، لأنه حكينا سابقا أن داء السكري هو عجز عن إفراز بروتين أنسولين من طرف البنكرياس اللي راح يسمح بالسكريات بالتوغل داخل الخلايا. لا يوجد أنسولين، إذن لا يسمح للغلوكوز بالدخول إلى الخلية، بعد ذلك راح يتراكم في الدم وبالتأكيد راح ترتفع قيمة سكر الدم. إذن ارتفاع قيمة سكر الدم هو نتيجة وليس سبب لداء السكري. راح نقول لك معلومة أخرى، مرض السكري يصيب المتقدمين في السن فقط. إذا صدقت هذه المعلومة فأنت على خطأ. لازم تعرف بلي كاين نوعين من داء السكري. النوع الأول يصيب الصغار والشباب في أغلب الأحيان، وهذا هو النوع اللي تعجز فيه غدة البنكرياس عن إفراز هرمون الأنسولين. والنوع الثاني وهو الأكثر انتشارا يصيب البالغين والكبار فوق سن 40. في هذه الحالة الأنسولين متوفر، لكن حساسية المستقبلات الموجودة على سطح الخلايا ضعيفة جدا. بعدها الأنسولين لا يستطيع إدخال غلوكوز إلى الخلايا، وكما قلنا سابقا. وفي عصر الإنترنت وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي نتج عن هذا قلة الحركة والسمنة، وهذا من العوامل المباشرة في التسبب بداء السكري نوع 2. تخيل أنه 80% من هذو المرضى عندهم وزن زائد. بعد هذا كله تأتي أعراض السكري المشهورة: شعور بالعطش، فشل وإعياء، فقدان الوزن، وتباطؤ في التئام الجروح خصوصا في القدمين. هذا كان فيديو تعريفي لمرض السكري. خلصنا هذا الفيديو، إن شاء الله تكونوا استفدتوا وتنبهتوا لهذه الأخطاء. شاركوا الفيديو في أي مكان مع أصحابكم مع أحبابكم. انتظرونا في مواضيع جاية. ربي يشافي مرضانا ومرضاكم. دمتم في أمان الله. السلام عليكم.